عمالة إقليم طاطا احتضنت لقاء تواصليا لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرة من الإقليم، وذلك تخليدا لليوم الوطني للمهاجر. بالمناسبة قدم ممثل المركز الجهوي للاستثمار بالإقليم عرضا مفصلا عن أهم فرص الاستثمار بالإقليم والتحفيزات والضمانات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وأهم البرامج التي تقدم منح وقروض دعما للاستثمار في المجال السياحي. خلال اللقاء تم توزيع مطويات من طرف المندوبية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة تبرز كيفية الاستفادة من برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي. اللقاء يعد فرصة جيدة لتعريف مغاربة العالم بمختلف الاستراتيجيات والبرامج التي تم إطلاقها في عدد كبير من القطاعات بما في ذلك قطاع الإسكان.